مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم اهل بلدنا. حلقتنا النهارده حلقه خاصه جدا بنقدمها لكم من داخل مقر جمعيه رساله، احدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، وهي حلقه مخصصه بالكامل علشان نبين فيها اهتمام مؤسسات التحالف الوطني بذوي الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه، والحقيقه الاهتمام بهم ودمجهم في المجتمع على راس أولويات القيادة السياسية متمثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. أهل بلدنا تابعونا. مشاهدي أهل بلدنا، ولازلنا مع حضراتكم في جولتنا داخل جمعية رسالة اللي بنتكلم النهاردة عن خدمتها لأبنائنا من ذوي الهمم. وحاليا احنا موجودين في المكان المخصص للعلاج الطبيعي للأطفال، واسمح لنا بقى دكتور اتفضل. الحقيقة يعني في خدمة جميلة جدا، اتفضل. تفضلوا دكتور هاني عبد العزيز، اخصائي العلاج الطبيعي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. دكتور هاني، عايزين بقى تفاصيل اليوم هنا في المركز، ايه اللي بيحصل والحالات بيتم التعامل معاها ازاي وايه انواع الحالات بالظبط؟ هو بالنسبه للحالات اول ما بتيجي المركز بيتم تقييمها من قبل الاستشاريين، وبيتم تحديد الخدمات اللي هي مطلوبه ليها، سواء تنميه مهارات او تخاطب او تعديل سلوك، وبيتم عمل اختبارات ذكاء في المركز هنا. ومن ضمن الخدمات الموجودة خدمة العلاج الطبيعي والتأهيل، دي بتتم الإعاقات الحركية الناتجة عن الضمور في المخ، ده من أثناء الولادة أو بعد الولادة نتيجة الحوادث أو الخبطات وكده. والإعاقات الحركية الناتجة عن داون سندروم بيبقى معاه برضو تأخر في النمو الحركي أو تأخر النمو الحركي الطبيعي العادي، بنبدأ برضو نتعامل مع الحالات ديت وبيتم تأهيلها حركيا باستخدام أحدث أساليب العلاج. وبيتم وضع خطة علاجية يتم التقييم من قبل استشاري، وبعدين خطة علاجية لمدة 3 شهور أو 6 شهور، ويتم إعادة التقييم مرة تانية. شوف بقى اتطورت قد إيه بالظبط. طب هل يعني كل حالة بقى تقريبا بتقعد قد إيه، وهل كل الحالات بتقعد أو بتيجي نفس عدد أيام الأسبوع؟ هو على الأقل بيبقى عندنا يعني الحالة بتاخد جلسين في الأسبوع، ممكن أكتر وممكن أكتر. تمام. وفقا لإيه؟ وفقا لطبيعة الحالة، يعني الحالة محتاجة جلسات أكتر أو أقل على حسب التقييم اللي بيتم للحالة.